تحية لكم سيداتي وسادتي من ساحة مشور القصر الملكي بالرباط. أتى الضباط الجدد المتخرجون من المدارس والمعاهد العسكرية والشبه العسكرية والأمنية القسم بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وفي حفل أداء القسم تفضل صاحب الجلالة نصره الله فأطلق على الفوج المتخرج اسم مولاي علي الشريف مؤسس الدولة العلوية، لما يرمز إليه هذا الاسم من قيم التضحية ونكران الداد في الدفاع عن المقومات الوطنية والدينية. بعد أداء القسم بين يدي جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استعرض جلالة الملك حفظه الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد مختلف وحدات الفوج الجديد المتخرج من الأكاديميات والمدارس والمعاهد العليا العسكرية والأمنية.